نختم حلقتنا بدعاء من حضرتك يا شيخ محمد، حاضر وربنا إن شاء يبارك الله في إن شاء حضرتك. الله. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا إخلاصا في القول والعمل، اللهم ارزقنا إخلاصا في القول والعمل. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعملا خالصا متقبلا. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نسألك لصومنا قبولا ولقيامنا قبولا. اللهم إنا نسألك عتقا لرقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذوي قرابتنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتسلم رمضان متقبلا. اللهم تسلمه منا متقبلا، واجعلنا من المقبولين الفائزين. لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته وسددته، ولا عملا يا ربنا إلا تقبلته. اللهم اجعل بلدنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدركنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خيرها وفضلها وشرفها وبركتها وهداها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المحرومين، أو أن نكون من المطرودين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. افتح لنا أبواب القبول، افتح لنا أبواب القبول. اللهم إنا أقسمنا عليك أن تنظر إلينا نظرة رضا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا. اللهم اجعلنا في هذه الساعة من الذين قلت لهم ارجعوا إلى دياركم فإني قد غفرت لكم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمد ويجازيك عنا كل خير.